تدخل المواجهات بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام يومها 14 على التوالي في ريفي حلب وإدلب مع دخول صاروخ التاو على خط المواجهات، في مؤشر على احتدام المعارك بين طرفين وسعي كل منهما لقلب موازين القوى ضد الآخر. مصادر ميدانية قالت إن جبهة تحرير سوريا دمرت دبابة لهيئة تحرير الشام على محور السعدية في ريف حلب الغربي، فيما شهدت دارة عزة وتقاد وعاجل وكفرناها والرحال اشتباكات مماثلة بين الطرفين دون إحراز أي منهما تقدما على الآخر، لكن الفاتورة الأكبر دفعتها قرية شاميكو في الريف ذاته بمقتل 6 من أبنائها جراء الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الفصائل المتقاتلة. بلدتا كفرنبل وكنصفرة في إدلب ليست أحسن حالا من سابقاتها، حيث أدت الاشتباكات لوقوع جرحى مدنيين بعد أن رجحت كفة جبهة تحرير سوريا أمام هيئة تحرير الشام وطرد الأخيرة من أرنبة وعيلة روز والموزرة وسفوهن وحسارين والفطيرة وتلة سفوهن وكفر عويد. وعلى وقع تطورات الميدان وتقلبات السيطرة، خرج أهالي مدينة معرة النعمان بمظاهرات حاشدة طالبوا خلالها بوقف الاقتتال وتوجيه صواريخ التاو لمحاربة النظام.